التقنية الجديدة المعجزة، ثورة مزلزلة لم يتخطى صداها جدران المخابر، قطرة من الإيثانول تعصف بتقاليد صناعة الأجهزة النانوية وبالتالي المجالات الحيوية. خطأ اعتباطي أدى إلى أضخم اكتشاف طاقي سيجر ركب الدول العربية إلى المقدمة. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. لو كنت من متابعي محتوانا، نظن أنك قد كونت ملفا لا بأس به يحتوي على عدد من أهم العناصر والمواد التي ترسم وجه مستقبل العالم، ملفا من المصطلحات لنقل العلمية نوعا ما، فمن اليورانيوم إلى المادة الحمراء والليثيوم والهيدروجين، واليوم يضاف إلى القائمة الإيثانول. ولنبسط لكم هذا العنصر الجديد الذي دخل مجال الطاقة المتجددة الهادف إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية في كوكب الأرض. هو مادة تستخرج من مصادر طبيعية أو بيولوجية، ويتم تحويلها لتكون مصدراً من مصادر الطاقة. وللوصول إلى هذه المرحلة لابد من المرور أولاً عبر عمليات الاستخراج التي تتم على مستوى النباتات، وتحديداً من مادتي السكروز والنشاء الموجودة في السكريات. يتم ذلك عن طريق عملية تخمر السكر أو تحلل النشاء الموجود في الحبوب. واحفظ جيداً السطر الأخير الذي تم ذكره لأنه مهم في هذا الفيديو. إذن باختصار شديد، وإلى حد الآن فإن الإيثانول ليس إلا نوعاً من أنواع الكحول الذي يتغير مفعوله ومجال استعماله مع تغير نسبة المقادير المضافة منه إلى كل عملية تصنيع. فمثلاً للحصول على الوقود يمكن أن تصل نسبة الإيثانول المضافة إلى 85% وألا تقل عن 20%. هذه هي الأرقام التي كان معمول بها لتكون ركيزة مجال الوقود الحيوي. ولكن ثورات العلم لا تتوقف، وبقطرة واحدة من الإيثانول صنعت معجزة جديدة. التقنية المعجزة. بعد سنوات من البحث والتطوير في مجال الطاقة، استطاع الخبراء أن يجعلوا إضافة قطرة واحدة من الإيثانول للعصف بصناعة أجهزة الاستشعار النانوية. تلعب الأجهزة النانوية دوراً مهماً في توفير الوقت والطاقة، وهي أجهزة متناهية الصغر تستعمل لقياس التغيرات الطفيفة في الكميات الكيميائية والفيزيائية، والأهم من ذلك كله تحليل المعلومات وتحويلها إلى إشارات تصل إلى مستخدمي الأجهزة الحديثة لتنبيه حال وجود خلل. وتتدخل هذه المنشآت الإلكترونية الصغيرة في مجالات ضخمة كالمجال العسكري، وذلك للبحث عن المتفجرات وحتى الجثث، كما يتم الاعتماد عليها في صيد الغازات السامة وإزالتها من الجو. ومن المجال العسكري إلى المجال الغذائي والبيئي، فبفضلها تفحص المحاصيل ما إذا كانت خالية من الكيميائيات أو لا. ليس هذا فقط، فأجهزة الاستشعار النانوية هي قطعة أساسية في قطاع الصحة، حيث تلعب منذ سنوات دوراً هاماً في تشخيص الأمراض، بل ومراقبة الحالة الصحية للمرضى. هذا الدور المحوري الذي تلعبه في مجالات تدور حولها البشرية إن صح التعبير، جعل العلماء يبحثون في سبل تطويرها وتخطي بعض العقبات التي كانت تعترضهم وتحول دون بلوغ نتائج أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. فتصنيع الأجهزة النانوية يستغرق وقتاً طويلاً وطاقة كبيرة، ولكن مؤخراً اهتز مجال قطاع البحث العلمي بعد كشف مهندسي جامعة ماكواري الأسترالية عن التقنية الجديدة التي لم يتجاوز صداها جدران المختبرات، بالرغم من أهميتها التي قد تزلزل الموازين. تقنية أكثر كفاءة وأقل تكاليف. هذه المعادلة السحرية التي كانت حلم العلماء في أي اختراع جديد تمت إضافة جزء جديد لها، وهو أقل كثافة كربونية. هي ثلاث ميزات محورية جمعتهم التقنية الجديدة. كانت صناعة المستشعرات النانوية تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار، ذلك لسد الفجوات بين مليارات الجسيمات النانوية في الجهاز الواحد، وبالتالي تنتقل الإشارات الكهربائية بينها. ولهذا يتم الاعتماد على تسخين المواد في درجة حرارة مرتفعة، الأمر الذي يتطلب وقتاً وطاقة.
وعدم توفير الدرجات المناسبة ولو بنسبة قليلة يؤدي إلى عدم فاعلية هذه الأجهزة. خطأ يتحول من كارثة إلى معجزة. مع نهاية صيف هذا العام، أعلن الفريق البحثي الوصول إلى طريقة حلت بها كل المشاكل التي ذكرناها، والحل كان قطرة واحدة من الإيثانول. قطرة واحدة عوضت بها كامل الطريقة التقليدية المستعملة لتوفير الجهد والوقت والطاقة في آن واحد معاً. والمثير في الأمر أن كل ذلك حصل عن طريق خطأ في البداية، وأفضى إلى أن الإيثانول يعوض مرحلة التسخين كلياً. التقنية الجديدة تم اكتشافها بعد أن قام صاحب الدراسة العلمية غايدن تشين برش بعض الإيثانول عن طريق الخطأ على جهاز استشعار أثناء غسله لبوتقة، حادثة ظن بعدها أنه دمر الأجهزة الحساسة، وسهوة غير مبررة أتلف بها ساعات مضنية من العمل ستجعله يعيد الأمر من أوله. ولكنه أدرك لاحقاً أن أداء تلك العينة قد فاق وبشكل رهيب أداء كل عينة أخرى تم صنعها من قبل. كانت تلك الحادثة بداية رحلة علمية متعبة، الهدف منها إيجاد الحجم الدقيق الذي لا بد من الاعتماد عليه لاحقاً في كل عملية تصنيع. وبعد المرور من تجربة 3 مكرولترات من الإيثانول ثم إلى 10، توصلوا إلى حجم نهائي وهو 5 مكرولترات من الإيثانول، أي قطرة واحدة بشكل صحيح من الإيثانول تسمح بتنشيط المستشعر في غضون دقيقة تقريباً مقارنة ب 12 ساعة في الماضي. وبذلك تحولت العملية البطيئة والمستهلكة للطاقة إلى ثورة علمية بأتم معنى الكلمة. ولكن هذه الثورة العلمية هل سيصل صداها إلى العرب على مستوى الاستهلاك فقط، بما أننا لسنا منعزلين عن المجالات التي يستخدم فيها الإيثانول والتي ذكرناها سابقاً؟ أم أننا سنكون جزءاً من الإنتاج والتصنيع بشكل كامل؟ العرب والتقنية المعجزة. يمكننا القول ونحن نقلب في الحقائق والأرقام أن العرب جزء من مضخة الحياة التي ستجعل من التقنية الجديدة تتواصل وتستمر في المستقبل. استطاع العالم العربي أن يكون في طليعة الدول المهتمة بصناعة الطاقة المتجددة وخاصة الإيثانول، ومشروع الطاقة الخضراء خير دليل على ذلك. ضيف عليه التجربة الجزائرية التي بدأت ملامحها تتشكل منذ عام 2006 مع إنشاء شركة النخيل للبيونيكنولوجي والقائمة على إنتاج وقود الإيثانول من التمور غير المستهلكة، ومن الجزائر إلى تجربة عمان الشبيهة من خلال مصنع يقوم بنفس العملية التي اتبعتها الجزائر. وفي 2013 ضعفت كبرى شركات السكر السودانية إنتاجها للإيثانول لتصبح بذلك مصدراً رئيساً للوقود الحيوي، وذلك في أقل من عامين فقط يتم تصدير نصفه إلى العالم. ولأن الحبوب هي المصدر الرئيس للإيثانول بعد عمليات عصرها وتحويلها، فيمكن أن نتوقع بعد كل هذا أهم الدول التي سيوجه لها العالم أنظاره لتكون جرته التي يستمد منها عنصر الإيثانول المستخدم في معجزته العلمية الجديدة. يبدو أننا نخطو على منهج ثابت نحو عالم أفضل على الصعيد الطاقي طبعاً، ولكن هذا نوعاً ما في الجانب الإيجابي للقصة الاقتصادية، حيث لا يمكن إنكار الأصوات المنادية من هناك والتي تذكر بارتفاع أسعار الحبوب بعد تحولها لمصدر طاقة، وكتم صرخات شعوب تعاني المجاعة باسم التحول الطاقي. وكنا قد تعودنا أن نطرح عليكم سؤالاً عن مدى رضاكم عن الفيديو، سنغيره اليوم إلى أحد الأسئلة الإنسانية. برأيك، هل يبرر إنتاج الطاقة البديلة عمليات حرق وعصر المحاصيل في وقت تعاني منه ملايين الأسر من الجوع؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليقات.